التحية لمجهودكم دكتور صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، لكن ده رغم هذا النجاح العظيم ده ما يخليناش ننسى نطرح سؤال، هل في السوق بيض صيني مصنوع من البلاستيك وأنا باكل بيض بلاستيك؟ يعني مش بيض طبيعي، مش نازل من الفرخة؟ هو أنا ممكن أروح السوبر ماركت أشتري بيض ويضحك عليا وانا مفكر ان هو بيض بلدي، يعني سواء احمر او ابيض، اجي افتح الاقي البيض، انا عايزك تشوفه اللي احنا بنعرضه على الشاشه ده، ارجوك اتاكد هل احنا هناكل بيض مصنوع بلاستيك؟ هل احنا ما عندناش اجهزه تستطيع انها تراقب البيض اللي بيتم يعني تسويقه في مصر؟ انت عارف احنا كجمهورية احنا بننتج كام؟ بننتج يجي 12 مليار يعني بيضة سنوية، يعني لو في منتج احنا بنحقق فيه اكتفاء ذاتي فهو البيض. انت شايف البلاستيك ده بلاستيك، الصينيين نجحوا في مصنعين في الصين نجحوا انهم يعملوا بيض بلاستيك، طبعا ده مدمر، شايف بيض بلاستيك طبعا، يعني اهو التصنيع اهو، بص 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 ده في الصين شايف بايديها وبلاستيك واضرب وتدي لك انطباع على ان هو بيض بينما ده بلاستيك. معايا على التليفون الاستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بغرفه القاهره التجاريه. يا مساء الفل يا استاذ عبد العزيز. دور ازيك يا حضرتك دكتور عبد العزيز؟ مع حضرتك. دكتور عبد العزيز اهلا بحضرتك، طمني الاول على البيض اللي احنا بناكله يا فندم. انا الموضوع ده منتشر على السوشيال ميديا، احنا عملنا له فقره اهو شهرين ثلاثه، كلام اتقال قبل كده انتشر من شهرين ثلاثة، نحن لا نستورد بيض نهائيا، انتاجنا يا جماعة بيكفينا، احنا بننتج ما لا يقل على 11 ل 12 مليار بيضة وده انتاج جيد جدا، لا يتم الاستيراد نهائيا بيض، واحنا كنا بنصدر بيض لحد 2006 وما زلنا اليومين دول بنصدر، فاحنا ما بنستوردش بيض خالص. والناس اللي بتطلع الاشاعات دي عاوزة تضرب الاستقرار في ظل ان انا عندي في بعض المشاكل الاقتصاديه، فالناس عاوزه تعمل مشاكل داخليه عندنا. لا يا اخوانا احنا ما بنصوردش بيض، احنا بيضنا بيكفينا، واللي عنده اي حاجه استلم اشترى هو جاره حد قريبه يجيب الكلام ده لينا، الكلام ده كلام عادي تماما من الصحه. انا بطمن كل المواطنين المصريين نحن لا نستورد بيض من الخارج نهائيا، بيضنا انتاج محلي سواء البيض الابيض او الاحمر او البلدي، انتاجنا يكفينا تماما. ده اللي احنا عايزين نقوله للناس ونطمنهم، دي مجرد اشاعات، والكلام ده انتشر من مده طويله 3 4 اشهر على السوشيال ميديا، ثم بعد ذلك في هذه الايام بدا ينتشر مره اخرى مع انتشار موضوع الرز البلاستيك ايضا، وده كلام عادي تماما من الصحه ايضا. عندك تفسير للشائعات دي؟ نعم. عند حضرتك تفسير لاسباب انتشار مثل هذه الشائعات؟ ما انا بقول لحضرتك احنا ربما احنا الوضع الاقتصادي بتاعنا والناس بتتكلم على الغلاء وبتتكلم على كذا وكذا، فبيقولوا ان احنا في ناقص بقى يجي لنا البيض اللي هم نستورده من الخارج عشان كذا، كلام غير منطقي طبعا. لكن احنا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها نحن نتكاتف كمجتمع مدني مع الدولة في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها علشان نقلل تكلفة الانتاج عشان يصل السعر مناسب للمواطن، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن احنا دولة مصدرة للبيض وليس دولة مستوردة. لا يا فندم نحن لا نستورد نهائيا، احنا بنصدر الا اصول الدواجن، الا اصول الدواجن بنستوردها، ولما حصل عندنا ازمه في 2009 في الامهات استوردنا كتكوت عمر يوم، فاحنا لا يتم استيراد بيض نهائيا، واحنا ربما بنصدر وكنا بنصدر لحد 2006 ب 30 مليون دولار للدول المجاوره، وبدانا الايام اللي فاتت نصدر في ظل عندنا شركات خاليه من الامراض الوبائيه وبيتم متابعتها لمده سنه، واحنا عندنا استعداد نصدر لاي دوله مجاوره بيض، احنا عندنا كميات نقدر نصدرها الى الخارج. ده كلام محترم، بشكرك دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بغرفه القاهره التجاريه، لان اشاعه وشائعه منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبيض بلاستيك في الاسواق. انا بحب اجيب لك الخبر والحقيقه والمسؤول، مفيش بيض بلاستيك في الاسواق. ليه؟ لان احنا ما بنستوردش بيض وما بنستوردش من اي بلد في العالم، وبالتالي لا نستورد من الصين، وان البيض الموجود في السوق هو انتاج محلي ما ينفع